أول ما دفعني للغناء حالة الجزائر الوطن تاعي اللي هو كان الإرهاب. أنا قلت طالما أنا كامرأة يعني في أي دقيقة يقتلوني يختالوني ويقول لك كانت ما لا نعطي لهم فرصة أخرى لأن يعني يختالوني لكان حابين أن أنا نغني ونقول وش حسدته. مرحبا واضح، معاكم أمل وهبي، فنانة مغنية مهندسة زراعية. محب البحر واستغرب لأحواله. بديت مشواري صافي يعني 20 سنة، حاجة شوية بعيدة. بنت بيقول لك أبوكي ما تطلعيش من الأيالة، كل العيون لما شافوكي بعدوا وراكي الخيالة. حسيت بأني محتاجة إلى وقت باش نكون فيه نفسي وعائلة. الحمد لله ربي رزقني بثلاث أولاد ملاح وربي عايشهم. حصل أني في بنتي الثانية زادت مريضة بمرض لزم علي أني أنا نوقف معاها. حتى اليوم الحمد لله راهي أحسن بكتير وراهي في حالة يعني تسمح لي أنا أني نرجع الفني. يلي بتسايس أمورك من زمان، جايب الفرحة بحضورك مهما كان. المشاريع الجاية طبعاً أنا نكمل الأغاني اللي راني انتجت منها ونزلت اثنين، هي خليها على الله وتغدو لاتير اللي هما جدد، وكاين أربعة نداروا كلام الأغاني من نوع فيه نوع من الفلسفة، نوع من الحياة العادية الاجتماعية والعادية. نستعمل دايما نوع من المزح، أنا دايما كيما يا بيت شوكولاتة. وتاني المفروض مبرمج حفلات يعني في الجزائر، المغرب، تونس، ومصر، لبنان، ودبي، وحتى في فرنسا. في الجزائر معروفة بلقب عروس البحر. من أول ألبوم كل ألبوم ينزل لازم نغني على البحر. عندي من بحر للتاني، بحب البحر، فين البحر، الهوى والبحر. قالوا لي اوه ايه علاقتك مع البحر؟ قلت لهم انا جاي من البحر وكل ما نقدر نشبه احاسيسي ولا والبحر عنده تأثير. من بحر للتاني الغربه واخداني، ما اعرفش فين بتروح. كلنا نتعاونوا ونحيوا اباكنا، ننزعوا كل حاجه اسمها تفرقة أو ديفيرانس. كان لي الشرف أن مجموعة عيسى من طرف لونو يعني منظمة الأمم المتحدة تختارني عرابة لهذه السنة للعيش معا في سلام. يا ريت نكون موجة مرة في يوم هوجة أخرج عن التيار. أنا نحب كل قلبي أن نشوف بلادي عالية الفوق. شباب الجزائري وش حاب نقوله؟ حاب نقوله باللي أنا حاسة بيكم، اللي عنده حلم صعب أنه يحققه لكن ماشي مستحيل. الحاجة اللي نقدر نقولها لكم كونوا متفائلين. فرحة بحضورك مهما كان، يلي بتسايس أمورك من زمان، جايب الفرحة بحضورك مهما كان. فكر في الحياة، فكر في الأمان، سيبك من اللي فات، سيبك من اللي كان، سيبك من الظنون واللي كان يكون، سيبك من الظنون واللي كان يكون، خليها على الله.